ترشيد الطاقة هذه خامس ندوة يعقدها المعهد خلال الخمس سنوات الماضية. هذه السنة هي السنة الخامسة في مجال ترشيد الطاقة في قطاع السيارات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ميتي واتحاد مصنعي السيارات في اليابان والمركز الوطني لترشيد الطاقة في المملكة. هذه الندوات المتوالية، سلسلة من الندوات، هي لرفع الوعي للسائق السعودي في مجال ترشيد الطاقة في قطاع السيارات، وأيضا كطلاب في المعهد هم يتدربون في مجال السيارات لينقلوا هذا المفهوم وهذا التوجه في مجال ترشيد الطاقة، لأن الطاقة توفر على الإنسان أشياء كثيرة من مال ومن استهلاك للطاقة ومن أيضا استهلاك من أجزاء السيارة منها الكفرات وغيرها. لذلك يعني بدأ السائق السعودي إذا بدأ يطبق مثل هذه المعايير كما هي مطبقة في اليابان، اليابان هي الدولة الأولى في ترشيد الطاقة، وبالتالي خبرتهم ينقلوها لنا، ونحن بمساهمة المعهد والمساهمة قليلة التي أرجو أن تكون هذه المساهمة أيضا في قطاعات أخرى كالمباني والصناعة وغيرها مثل ما هي في قطاع السيارة. على هذه الاستضافة، الحقيقة ندوة مميزة ولها أكثر من خمس سنوات ماشية في هذا القطاع وهذا المهم، وكذلك لأنه يصب أيضا في خدمة قطاع الطاقة، لو أحد المخرجات حقت رؤية 2030. الحقيقة هذه المعاهد الآن حيكون عليها المعول في السنوات القادمة لخدمة الصناعات الواعدة. برنامج التجمعات الصناعية كان من المؤسسين للمعهد السعودي الياباني، وإحنا فخورين بهذا التأسيس، فخورين بتواجدنا هنا. وأمثال هذا المعهد الآن يسعى البرنامج حاليا لتأسيسه في أكثر من قطاع، وإحنا إن شاء الله متفائلين تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين اسمه سيد ولي العهد رؤية الطموحة، إن شاء الله أننا نرى صناعة السيارات بإذن الله قريبا في المملكة العربية السعودية، وهذه الصناعة راح تتطلب زي هذا المعهد وأكثر إن شاء الله عشان تستخدم هذا القطاع الحيوي الحساس اللي بإذن الله حيكون حقيقة واقع إن شاء الله ضمن الرؤية الحالية. بالنسبة لترشيد الطاقة، طبعا جميع العالم مهتم بها سواء في المملكة العربية السعودية أو في الخارج أو جميع القارات في العالم مهتمين بكفاءة الطاقة لكي يحموا الطاقة اللي هي الطبيعية، وعموما لا يعني زي ما تقول ما يستنزفوها بالإهدار اليومي. عشان كده احنا حابين نرشد أو نرسل رسالة للمجتمع إنه هذه من واجبات الأشخاص أو من واجبات الإنسان كعضو فعال في المجتمع. المعهد يعني يعتبر الوحيد من نوعه في مجال التدريب على صيانة وتقنية السيارات اليابانية. المعهد خرج حتى الآن من حوالي 16 دفعة، يعني أكثر من 3300 متدرب خرجوا ليعملوا في شركات توزيع السيارات اليابانية. هؤلاء الطلاب هم الذين سيرفعون من تقنية صيانة السيارات في المملكة ومعاييرها، وهم الذين سينافسون فني صيانة السيارات الذين يستخدمون خارج المملكة. فالآن المعهد عندما يستقطب طلاب من حملة الثانوية فهم يدرسون في المعهد ويتقاضون مكافآت ويحصلون على العقد قبل ما يدخل الدراسة في المعهد من وكلاء السيارات اليابانية في المملكة.
وبالتالي أن الطالب عندما يتخرج هو يذهب مباشرة في الشركة التي وقعت العقد معها. هناك طلاب أكثر من العدد الذي تطلبه شركات السيارات، فهم هؤلاء الطلاب متاحين سواء لموزع السيارات اليابانية في المملكة أو لأي شركات سيارات تستطيع أن تستقطبهم بعد التخرج. وبالتالي المعهد هو يعني يحاول قدر الإمكان أن يكون هو العنصر السعودة في قطاع صيانة وتقنية السيارات في المملكة، ويعني أكيد أنه راح يكون جهات أخرى تساهم لتخريج السعوديين في هذا المجال في جهات تدريبية أخرى.